هلا والله، معكم محمد سيف الريامي. عارفين الخبر طبعا، تم منح الكفالة لأريان خان وأتباعه. هنديك اليوم نيتشيكو ميتمي إكدوريشي ملينغا واسي تشالي جايقا، فحصل الكفالة اليوم أريان خان بناء على طبعا طلب المحامين اللي كانوا موجودين معه، وقووا القضية، قووا الأدلة عندهم، وآخر شيء القاضي قال الكفالة مسموحة لأريان خان وأيضا لأرباز وكل أتباعه اللي كانوا موجودين معه. فالحمد لله الموضوع خلاص انتهى، موضوع الكفالة خلاص تم. لكن مشكلة واحدة ألا وهي أن الكفالة طلعت في وقت متأخر، بما معنى أنه لازم يرجع للسجن، ومن هناك ليه ما تصدر الأوامر تأخذ وقت طويل. إذا قدر يطلع الساعة 7:30 كان بها، لكن 7:30 صعبة، فراح يكون يمكن المجال بكرة بيطلع من السجن. أهم شيء أنه هو خلاص عارف أن الكفالة مسموحة من القاضي، وهو بيلس يمكن آخر يوم في السجن، هذا آخر يوم حقه في السجن، وراح يطلع منها أريان خان وأتباعه، وخلاص انتهت السالفة الحين في هذا الشأن. شو راح يصير بعدين؟ الله العالم. طبعا شو اللي حصل؟ الناس قاعد تسألني يا حمد شو صار أمس، شو صار؟ أنا هالأمور ما تهمني، أنا أهم شيء عندي كان موضوع أن الكفالة تطلع، لأن كل الأمور هاي كلها خزعبلات. يعني كل مرة بيخترعون اختراع. أي نعم، مسكو هذاك الشخص اللي كان مع اللي صور سيلفي مع أريان خان، واعترف وقال أنا ما عندي مشكلة في موضوع أني طلبت رشوة. لا، أنا ما طلبت رشوة، الموضوع أن هذاك الشخص اللي كان اتهمني اتهام باطل، على أساس أنه هو يمكن يريد مني فلوس، وكان موضوع ثاني أنه عنده طلب، بحيث أنه قالوا عنه أنه سمونا هو اصلا كان واعد ناس عشان وظائف، بس ما حصل وظيفه، ما حصلهم وظائف في الشرطه. هاي واحده من المشاكل اللي حصلوها. طبعا مسكوا اخر شيء، الحين هو في تحت الاحتجاز، الله العالم شو راح يصير. وسمير وانكدي الان سي بي اكدت انه هو مش مرتشي، وحاليا يعني خلاص تقريبا التهم اللي كانت عليه مجرد تهم اعلاميه وليست تهم موجوده في المحكمه. ما اعرف شو راح يصير مصير الموضوع هذا، هل راح يكتمل ولا ما راح يكتمل. طبعا ما اللي هو مالك الشخصيه البارزه في السياسيين اللي دائما يتكلم عن سمير، قال اشياء كثيره عنه، قال انه هو كان مسلم وتحول الى هندوسي، شيء من هذا القبيل. وهو يؤكد، وابو سمير ايضا يؤكد، وزوجه سمير ايضا تؤكد انه هو اصلا هندوسي وليس مسلم. هالامور كلها يعني اللي صارت في الاثناء هذه امس تقريبا مع اليوم، امور كثيره حصلت. وفي نهايه الامر انا قلت لكم ان المحكمه العليا هي الملاذ، وهو المفر، وهو المكان الأسلم، على أساس كان لهم البداية كانت القضية هناك، كان يمكن أريان خان طلع من زمان. حاليا أريان خان حر، لين بكرة بيكون في بيته، وراح نتكلم في موضوع التفاصيل المهمة يوم شاروخان راح يستقبل والده، وشو راح يقول شاروخان اليوم إذا قال شيء حق الإعلام. أيضا راح أتكلم معاكم، أنا حاليا موجود في إكسبو دبي، فكنت بكون معاكم أول بأول حق القضية هذه. شكرا جزيلا على المشاهدة، وإذا في أي شيء عندكم اكتبوا لي في الكومنت، ويا ريت لا تنسون سبسكرايب لايك شير، لازم نكمل قناتنا إلى 100 مليون، 100 مليون يا ريت، 100 مليون، 100 ألف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So guys, as you know, بيل ملقي هي أريان خانكو، اور بل کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ تھوڑا دیری سے ہوا ہے، اس کا مطلب آرین خان کو کل تک بیٹھنا پڑے گا جیل میں، اور ان کے ساتھیوں کو بھی ساتھ میں، کیونکہ ابھی 7:30 بجے تک وہ طے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بل جب آتی ہے تو اس کا جو جتنے بھی پیپر رہتے ہیں پولیس اسٹیشن کے لیے اور کہاں پر جانے کے لیے کچھ ٹائم لگتے ہیں. یہ ایک دن میں کچھ کئی چیزیں ہوئی تھیں، اور کچھ لوگ بولے تھے شاید یہ جمعے کے دن تک، فرائیڈے کے دن تک فیصلہ پورا ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ پورا نہیں ہوا، آج ہو گیا پورا فیصلہ. اور بیل کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم دیکھیں گے، شاہ رخ خان کا ریئیکشن، ان کے گھر والوں کا ریئیکشن کیا رہیں گا. یہ بہت بڑی اچھی خوشخبری ہے شاہ رخ خان کے لیے، ان کی وائف کے لیے، گوری خان کے بھی، کیونکہ شاہ رخ خان کا بیسٹ ڈے آر بھی آنے والا ہے، اور سب ساتھ میں ملکی بنائیں گے گھر میں. دوسری یہ بات ہے کہ جتنی جو بھی چیز ہو گئے ہے، وہ جیسے کہ وہ جو ڈیٹیکٹیو تھا یا پتہ نہیں کون تھا، وہ جو سلوی لیا تھا آریان خان کے ساتھ، اس کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی رشوت مانگی نہیں، میرے پاس کچھ اور پرابلمس تھے، کچھ لوگوں کو کام دلانا تھا میرے کو، اور میں ان کو کام نہیں دلا سکا پولیس میں، تو اس لیے وہی ایک پرابلم تھی. اور سمیر واگھیڑے کا جو بھی ایشو تھا جو میڈیا میں تھا چھڑا گیا کہ وہ رشوت لینے والے ہیں،
एनसीबी ने कहा कि उनके उन पे कोई ऐसा बड़ा सबूत नहीं है कि वो रिश्वत लेते हैं या ऐसा कोई बात है, वो इन चीज़ों से निकल गए बाहर अभी। और दूसरी बात जो नवाब मालिक ने कहा था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम थे फिर कन्वर्ट हो गए एज अ हिंदू, समीर वानखेड़े के बाप और समीर वानखेड़े की वाइफ सब ने कहा कि वो असल में पहले से हिंदू थे, कोई उनको कन्वर्ट होना नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें हुई थी ये एक दिन में, लेकिन अहम बात यह है कि बिल मिल गई है और बिल का फैसला भी हो गया है और तो वो कल तक घर में आ जाएंगे आर्यन खान, या फिर आज अगर आज हो सका तो वो होना मेरे ख्याल में कुछ मुश्किल है, लेकिन बिल मिल गया है, ये अहम बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन जो बिल है वो नोटिफिकेशन को आप क्लिक कीजिएगा और हमेशा के लिए मेरे साथ बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच, अन मिलते हैं अगली बार। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।